تنافي سيدي جيدي منذ 10 سنوات. فريقي فاز بالمباراة مع فريق السيد مختار من المدرسة الثانوية القديمة، وبينما كان السيد مختار تحت الأضواء يشارك في الألعاب الأولمبية، لم يكن بإمكاني أن ألعب الكرة، وكنت أتجول وحيدا. وبسبب التباين الكبير بيننا، لابد أن السيد مختار صدم حين عرف بأنني مدير الفريق الذي سيلعب ضد فريقه في المباراة الأولى من الدوري. لقد عرفت من هم منافسي الحقيقيين في كرة القدم. إنهم الإخوة جلال وكمال نسيم. عنوان هذه الحلقة: الضربة البهلوانية الملتفة. حميدة! حميدة! هناك! هناك! انظر حميدة، لقد جاء السيد رياض ليراك. نعم. مرحبا حميدة، لقد كانت مباراة جيدة حقا. اعتقدت انهم كسروا رجلك او اذوك. اشكرك واسف لاننا خسرنا المباراة. لا تقل ذلك. اسمع، كنا مرتاحين بينما كنت انت تلعب في المسابقة الوطنية. انت لست من هذا النوع، لابد انك حققت ضربات عظيمة وجديدة اثناء تمريناتك في الحقل. لا تمزح يا حميدو. بالمناسبة، رأيت سليم؟ سليم؟ كان يبدو في مزاج مفعم بالإثارة وهو في الملعب. بالإثارة؟ نعم، مزاجه المثير كان يغطي كل الملعب. لماذا لا نذهب إلى هناك معا؟ أحب ذلك. إنه لا يصدق، ممتاز في تحديده وسرعته. هذا هو فريق سليم الجديد، انظر إلى لاعبيهم المثير، إنهم رائعون وأنا لا فائدة منه، فأنا ألعب في الحقل فقط. جدا، ضربة عظيمة. ويل لهم، ترى ما هذا؟ عظيم، يبدو وكأنه صحن طائر أصيب بصاروخ. سليم، أهنئك، نجحت أخيرا في ضربتك الصاروخية. ليس بعد. على أي حال، لقد قمت بعمل جيد في أول خطوة، وضربتك القاطعة تتحسن. إنها ليست ممتازة بعد يا أصدقائي. على اي حال، لقد قمنا بالخطوة الاولى لهزيمة كمال نسيم، ويجب ان نبقي الامر سرا. مرحبا يا سليم، لقد جاء حميد ورياض، انهم حقا ضيوف غير مرغوب بهم. مرحبا حميد، كيف كان كمال نسيم اثناء المباراة؟ انه حقا فظيع، لقد رأيت أدوات تمريناتهم الرهيبة، آلة لقذف الكرة نحو الهدف. لقد رأيتها أيضا، إنها حقا سلاح سري مخيف. هذا صحيح. هل هناك شيء آخر؟ إنها عصبة العينين، إنه يضع رباطا على عينيه ومع ذلك يستطيع أن يلتقط الكرة. ماذا؟ أحقا؟ لقد دهشت أيضا حين علمت ذلك. إنه عظيم فعلا، وعرفت حقيقة مذهلة أخرى، وهي العلاقة بين السيد مختار وشقيق كمال نسيم. أنت طلبت مني أن أعرف كل ما يمكنني عن كمال نسيم. المشكلة الآن ليست خاصة بي، لكنها مشكلة فريقنا كله. لقد نويت الآن أن أدفع أي ثمن لكي أهزم كمال نسيم. أعتقد أنني أفهم ما تعنيه.
فلم يعد الامر سهلا سواء فزت ام خسرت. لماذا لا تتوقف عن الكلام في الامور الجدية الان؟ قل لي يا سليم، ما هي الضربة البهلوانية هذه؟ انها لا شيء يا رياض، انا فقط العب بطريقتين، هذا كل شيء. هيا قل، لا تعتقد انك تستطيع ان تتخلص مني هكذا، فانا اعرف لماذا تقوم بهذه التمرينات. انا الشخص الاكثر اهتماما بهزيمة كمال. حسن، اظن انني اكلت الكثير الكثير على الغداء، هل استطيع ان اتمرن هنا؟ هل تدعني استعمل الكرة؟ يا شاكر، ممكن ان تقف حارسا للمرمى؟ نعم. ما الذي سيفعله؟ كمال نسيم. كانت ضربة رائعة، ارتدت ومن ثم استدارت الى الاتجاه الاخر. لابد انها ضربة رياض الجديدة. الكرة كانت تدور مثل الدوامة، ارتدت اولا ثم انحنت، طارت الى الاتجاه المقابل. نعم، تلك هي ضربته الشوكية، الضربة الشوكية. من منا سيتغلب على كمال اولا؟ انت ام انت ام انا؟ بلوطة سقطت في بركة، بلوطة سقطت في بركة، بلوطة سقطت في بركة. انت فريد من نواك يا سيد رياض، اسف لقولي هذا، لكن انت لن يمكنك ابدا ان تكون الاول في هزيمة كمال ما دام هذا واجب حميده. سألقي بك في البركة. لا 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 لا. من منا الذي سيتغلب أولا على كمال؟ هؤلاء الإخوة، سأفعل ذلك قريبا، سأتحداه بالتأكيد. سليم ورياض، كمال عظيم وهما ايضا عظيمان، لكن بالتأكيد سأكون انا اول من يهزم كمال. ما الذي ينقصها؟ السيد مختار كرر الضربة البهلوانية الملتفة منذ 10 سنوات، ربما استطعت ان اكتشف كيف اهزم كمال اذا تعلمتها. علمني كيف اتقن الضربة البهلوانية الملتفة يا سيد مختار. لا احب ان اتحدث عنها، فأنت تعلم جيدا ذلك الحادث اللعين الذي حصل لي مع السيد جلال نسيم، ولا أريد أن يتكرر ذلك. أنا لست خائفا من أي شيء يا سيد مختار، رأيت عرض سليم الرائع، أسلوب ممتاز في الضربة القاطعة وفي الضربة الصاروخية، كما رأيت ضربة رياض الشوكية الجديدة. إنهما مستعدان تقريبا لهزيمة كمال نسيم، لماذا تتردد في تعليمها لتلاميذك؟
أنا بحاجة لضربتك البهلوانية الملتفة من أجل التغلب على كمال. لماذا تتردد في تعليمها لتلميذك؟ الضربة البهلوانية الملتفة ضربة خطيرة جدا، تحتاج إلى كثير من التمارين الأساسية الصعبة. سأنفذها أنا وبكري. إنه ليس من السهل أن تراقب الوقت المحدد مع شريكك. أعتقد أنني فشلت لأنه كان ينقصنا العامل النفسي. كيف ذلك؟ هنا يعرض بهلوانان ألعابهما على الأرجوحة، فكل واحد يترك حياته في يد الآخر. يجب أن تثق ببعضكما إلى هذا الحد. سأفعل ذلك أنا وبكري. كل شيء يرجع إلى مدى ثقتك به. إذا لم تثق به فبالتأكيد ستفشل. الضربة البهلوانية الملتفة هي باختصار هجوم مفاجئ لخداع نظر حارس المرمى، فعلى حارس المرمى أن يعرف في لحظة في أي اتجاه سيضرب أحدهم الكرة. نعم، لكن ماذا يحصل إذا كان الاثنان سيضربان الكرة في وقت واحد؟ هنا يقع حارس المرمى في مشكلة الحكم على الاتجاه. نعم، لاعبان على وشك أن يضربا الكرة في وقت واحد، لكن أحدهما سيضرب الكرة بينما الآخر لا يفعل شيئا. فهمت، لكن كمال كان يتمرن وعيناه معصوبتان، لابد أنه يستطيع أن يعرف اتجاه الكرة من صوت طيرانها. هذه هي النقطة يا حميدو. عندما يركض لاعبان من الفريق إلى الكرة فإن حارس المرمى لا يقدر أن يعرف من أين طارت الكرة إليه. فلو كنت أنت حارسا للمرمى ماذا ستفعل يا حميدو؟ أحكم بواسطة الحاسة السادسة برد الفعل التلقائي. كمال يتمرن وعيناه معصوبتان لكي ينمي رد الفعل التلقائي عنده. بهذه الطريقة أصبح يستطيع تحديد اتجاه الكرة عن طريق السمع. هكذا، إنه حقا رائع. نعم، إنه لاعب عظيم. إذا خدعت بصره فسيساعدك هذا كثيرا في التغلب عليه. النقطة هي كيف تستطيع أن تغالط رد فعله. عليك أن تفكر جيدا بهذا. نعم يا سيد مختار. نعم، سيحضران إلى هنا قريبا. لا تخبر نجلاء بهذا، لا أريد أن أزعجها. بالطبع، تستطيع أن تثق بي. أشكرك. عظيم. مرحبا حميدة، ماذا تريد منا؟ ليس من الضروري استعمال جهاز القرن لتقوية رجليك وعظامك. صحيح، لماذا كل ذلك؟ إن سليم ورياض يتمرنان بجد الآن لكي يتغلبا على كمال، أفهمت؟ هذا صحيح، نحن جاهزان. إذن مرر الكرة إلي يا دبوس. هيا بي. يا إلهي، أنت ممتاز في لفها في الهواء، وأنا متأكد أنك تستطيع أن تفعل ذلك بسهولة. مرر لي الكرة يا دبوس. كانت التفاتة جميلة. حسن، دعني أجرب ثانية. دبوس، جيد جدا. التفافة بهلوانية رائعة يا بكري. جميل، انها تبدو صعبة جدا. انا متأكد انك تستطيع اتقانها. حميدو، ليس من السهل ان تتغلب على كمال وحده. انا لا اعني القيام بها وحيدا، ما اقصده هو ان نلتف معا في الهواء في نفس الوقت. ماذا أتعني؟ أنت لن تضرب شيئا، فقط لتخدع بصره. أدركت ماذا تعني.
إنها ضربة متأخرة وخداع لنظر حارس المرمى، فلماذا لا نجربها يا بكري؟ كما تريد. هيا إذا. ولكني لست متأكدا إن كان باستطاعتنا أن نقوم بمثل هذا العرض الخطير. هيا يا بكري لتكن لديك الشجاعة. صحيح، هيا لنذهب. دبوس سوف يمرر الكرة ومن ثم نقفز في وقت واحد، التفاتة وضربة. أنت تضرب الكرة ولست أنا. بالطبع أعرف ذلك. ماهر مرحبا يا نجلاء، إلى أين تحمل هذه الأشياء يا ماهر؟ إلى أحد أصدقائي، سأراك فيما بعد. صديقك؟ من هو؟ لماذا لا تضربها؟ أنا لست أنانيا. إنه على حق يا بكري، هذه قضيتنا وليست قضيته لوحده. القضية هي كيف نتغلب على كمال. حميدو هيا ولأكن أنا الطعم. حميدو أنت تضرب الكرة ولست أنا، موافق؟ أعرف جيدا أن بكري معرض للخطر، لكن يجب أن نحاول بجدية ونتقن هذا الأسلوب ونتحكم في هذه الخطة. هذه هي مشكلتنا وليست مشكلتي وحدي، أفهمت؟ أرجوك لماذا لا تحاول مرة ثانية يا بكري؟ أنا متأكد أنك تستطيع أن تتحكم بضربة الالتفاف البهلوانية الجميلة، لماذا لا تحاول مرة ثانية يا بكري؟ هذا صحيح. إنه على حق يا بكري، هذه قضيتنا وليست قضيته لوحده. دعني أحاول ثانية، عيداتي المشتعلتان أعادتا إلي شجاعتي. شكرا يا بكري. حميدو مرحبا يا سليم، لقد وصلتني بطاقة من كمال. صحيح، فيها أمر يتعلق بك وقد جئت لأخبرك. مرحبا سليم، انتهت المسابقة الوطنية للعبة كرة القدم وأنا أشعر أنك ستكون أفضل منافس لي، فكما تعلم إن السيد مختار من فريق المدرسة الثانوية لا يناسبني، لكن بصفتي شقيق لجلال نسيم سوف أجعل السيد مختار يدرك أن فريقه لا يقارن مع فريق أخي. أريدك أن تخبرهم بذلك. كمال، يا له من إنسان يوم، إنه عنيد جدا. دعني احتفظ بهذه البطاقة، اتسمح لي؟ انها جعلتني اضطرب. طبعا انا سعيد لانه ما زالت لديك شجاعة كافية. دعنا نتقن ضربة الالتفاف البهلوانية يا حميد، سنريهم عرضنا الرائع. نعم يجب ان نتقنها. نعم يجب. Please.